السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي ديكورات وابداعات ام رحاب. الوصفه كيف ما كتشوفوا معايا ديال اليوم غتكون على شكل بريوش، اولا تقدروا ديروه بالشكل اللي بغيتوا، اللي بمقادير بسيطه، والاهم انه كيجي لذيذ بزاف ورطب وكيصلح للوليدات في اي وقيته، يعني غادي ينفعكم بزاف بزاف. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله نبداو المقادير. عندنا جوج بنانات أولا موزات، الحجم المتوسط، يعني ما كيكونوش كبار بزاف ما يكونوش صغار بزاف. غادي ندير جوج، غنقطعهم قطعات كيف ما بغيتو لأن غادي نطحنهم مع هاد المكونات. هذا عندي الجبيضات بحرارة المطبخ، الموز والبيض والحليب خاصو يكون بحرارة المطبخ، ما يكونوش ديجا كانوا محطوطين في الثلاجة. يعني الجبيضات هنا عندي من الحجم الكبير، هنايا البيض غادي يبقى لكم على حسب الحجم ديالو باش غتحكموا في الطحين. هنايا عندي تقريبا ربعه ديال الحليب او 250 مليلتر ديال الحليب، وقبسه ديال الملح نسيت ما ذكرتهاش لكم. هنايا راه طحنته في مولينكس، يعني الخليط هادو بثلاثه المكونات كطحنوهم في الاول في مولينكس. هنا كنجيبو الطحين اللي انا هنايا استعملت 600 غرام ديال الطحين، كيف ما قلت لكم كيبقى على حسب الحجم ديال البيض وديال الموز. هنا عندي معلقه صغيره ديال الخميره فوريه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده. على فكره هادو راه ما كيجيوش حلوين، يعني كيصلحوا اللي كيكونوا مدايرين ريجيم ما كيبغوش الحلاوه بزاف، حيت غادي ندير لهم الحشو ديال النوتيلا، شوكولاته نوتيلا اولا اي شوكولاته دهن عندكم متوفره. هنايا كنبقى ندخل الطحين بشويه بشويه، كيف ما قلت لكم الطحين غتحكموا فيه نتوما على حسب الحجم ديال البنان والبيض. صافي غنبقى ندخل في الطحين بشويه بشويه. هنايا غادي نزيد خميره كيماويه، خميره الحلويات 8 غرام. ممكن هنايا تشكلوا هاد العجينه بالشكل اللي بغيتوا، مرات كنديرها كريسات، مرات كنديرها، دابا هنا اليوم درتها على شكل باغيت. وبطبيعه الحال غادي ديروا الحجم اللي بغيتو. صافي هنا غادي نستغنى على السباتيول، غادي نخدم بايدي باش نعرف العجينه كيفاش خاصها تكون القوام ديالها. هنايا ما تحاولوش انكم تقصحوا العجينه، يعني خليوها رطبه بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا غادي تخليوها على هاد الشكل هذا. هنا غادي نزيدوا جوج معالق، ما عامرينش بزاف ديال الزبده، اولا اللي بغى يعبر بالميزان غادي يدير 30 غرام، وغادي ندخلها مزيان في العجين. درا ما تندلكها ما والو، غير تندخل الزبده. من بعد غادي نخليها ترتاح واحد نصف ساعه لا اقل ولا اكثر، غير ترتاح ماشي تخمر، نغطيها ونخليها. ومن بعد نرجعوا هنا، من بعد ما ارتاحت غادي نستعن بالطحين اولا الدقيق ديال الفورس، غنهبط العجينه بعدا تنحط الطحين، غادي نهبط العجين، يعني غادي نحاول باش نشكلها. هنا كيف ما قلت لكم تشكلوها بالطريقه اللي بغيتو اولا الشكل اللي بغيتو، هي المقادير راه كتجي خفيفه وزوينه بزاف. انا نحاول نشكلها على شكل طولي باش يسهل عليا نعرف القياس ديال الكريسات اللي بغيت. راه كتلصق ضروري كتلصق العجينه، غير حاول معها بشويه بشويه. هنايا ما درتش الزيت،
يعني درت طحين باش ما ندخلش كميه الزيت في العجين، بركة غير هذوك جوج معالق ديال الزبده اللي درت. كيف ما كتشوفوا معايا هي راه سهله باش كتشكل، كندير لها غير الطحين صافي وكنشكلها قريصات صغار. هنايا غادي ديروا الحجم اللي بغيتوا، هاد القريصات راه الشكل ديالهم مع ملي كيختمر هذا راه كيكبروا مازال، يعني اللي بغيتوا ديروهم صغار تقدروا ديروهم. هنا انا بهذا الحجم هذا خرجوا ليا 9 القريصات. ها هي الشوكولا ديال النوتيلا اللي غادي ندير بها الحشو. ديجا وجدت اللاطا درت فيه ورق الزبده، لان ما يمكنش انكم ديروها نيشان، درت فيه ورق الزبده باش ما تلصقليش. صافي تنقرصها غير بشويه، تندير الكميه اللي بغيت ديال النوتيلا. هنايا انا درت معلقه ما عامراش صافي، وراه كتلصق دغيا. هنا من الفوق كنحاول انني نتخلص من هذاك الفائض ديال الطحين بالفرشات، وكتعاودوا انكم تلصقوه باش تاكدوا بانه لصق العجين. غنشوفوا قريصه واحده اخرى يعني غير باليدين، لان كتكون العجينه رطبه بزاف. انا من بعد ما بقيتش كندير كاع الطحين بزاف صافي. من بعد ما شكلناهم كاملين غادي ناخد صفار ديال البيض، غادي ندير معاه الفينيغا اولا الخل الابيض، قطرات من الخل الابيض صافي. وغادي ندهن بهم الباغيت. انا درتهم على شكل الباغيت اولا كوميرات، المهم ممكن ديروا الشكل اللي بغيتو. هنايا درت ما قدتنيش لاطه واحده لانهم ديجا كيتنسفخوا، يعني خلو الفرق بيناتهم باش ما يلصقوش لكم مع بعضياتهم صافي. كندهن الوجه كامل في هذه الاثناء. هذه انا درت الفران يسخن على درجه 180 درجه. الوقت الطياب ديالها ما كتاخذش وقت بزاف، تقريبا نصف ساعه. كنشعل الا كان الفران كهربائي غديروا من الفوق ومن التحت، الا كان الغاز يعني غادي تخلوها تطيب عاد باش تهبطوها تحمر. هنايا بالنسبه للتزيين ممكن ديروا بافو، يمكن ديروا زنجلان. هنايا انا درت زنجلان ولكن خليت 3 بلا زنجلان، لان عندي واحد الابنه ديالي ما زش على الزنجلان. ودابا غندخلهم ونتلاقاو من بعد. ها هما يا طابو، شفتوا كيفاش كيجيو؟ قلت لكم راه كيخمروا يعني الحجم ديالهم ضاعف. نايا هما تحمروا مزيان كيجيو طبيين. غادي نجيب هنايا صحن باش ديال التقديم. وفي هذه الوقيته هذه 3 الاخرين راه باقيين تيطيبوا. صراحة الريحة ديالهم مع البنان عاطية زوينة بزاف، كيجيو رطبين بزاف لدرجة ان راه ما بقات لي تحبة منهم، يعني عجبوا الوليدات بزاف بزاف. هنايا ها هما يا طابو 3 التانيين، ها هي اللي كتكون بلا زنجلان. هنايا غادي نحاول انني نقطعها قدامكم باش تشوفوا النوتيلا كيفاش كتجي في الداخل اولا الشوكولاته. ممكن انكم ديروا الشوكولا اللي كتكون ديال الكالا اولا المربعات. وها هما وجدوا لنا البريوج اولا الباغيت ديالنا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، واكيد غتعجبكم لانها ما كتجيش حلوه، يعني داك الشوكولا هو اللي كيعطيها الحلاوه، وكتعجب الدراري بزاف بزاف، وكتنفع في جميع الاوقات سواء الكوتي اولا الفطور اولا يديهم المدرسه. الى اللقاء وشكرا على المتابعه، والى فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله، ومع السلامة.